صباح الخير عائشة، شو الأخبار؟ عائشة؟ نعم أحسان بك، شو صاير معك؟ فيك شي؟ لا بس كنت صافنة شوي، ما في شي. طيب معناته تعي شوي لعندي واطلبي لنا 2 قهوة لو سمحتي. كيفك يا أمير؟ يلا أنا رايح لعند جدي. تعرف إحسان بك والله لبكني بجيته كتير، يعني هلأ بعد ما بلشت أقوى. ما عم أفهم عائشة، وحدة ذكية ومحترمة مثلك، ووحدة حلوة بلطفك وجمالك، كيف بيعمل فيكي هيك؟ عائشة، عائشة، بعد إذنك إحسان بك عندي شغل لازم خلصه. في شي واقف هون وحاسس انه عم يخنقني يا عائشة، ما عم بقدر اني قلك. ليش ما عم بقدر قلك شي؟ سليمان، أخذت إذن من شغلي لشوفك وصار لازم أرجع. صالح، معقول ما فيك تساعدني يا رفيقي؟ لك قلي بشو بدي ساعدك؟ عائشة لما إجت لهون ما عرفتها من كتر مالك موري مشة، وهلأ شو استفدت؟ تفرج على حالتك، أنت كتير تغيرت وما عدت سليمان يلي بعرفه. رح قلك نصيحة وحدة، تروك مرتك بحالة يا رفيقي، ولا تدمر حياتها بعد ما عانت لحتى رتبتها من جديد. روح وتركها بحالة. انت ما حكيت شي لأمك مو هيك؟ لا تقل شي بلا ما تعرف اني عم شوفك. جدي؟ انت ليش زعلان من امي وما بتحكي معها؟ جدي؟ جدي؟ جدي انت منيح؟ جدي؟ جدي؟ ايه انا منيح منيح. روح جيب لي كاسة مي بسرعة. حاضر جدي. لحدا اني كنت تعبان. ماشي حاضر يا جدي. انا صرت منيح منيح. وأخيرا نامت زهرة. صحيح إجا سليمان شافك اليوم؟ إيه إجا.
اليوم الظهر اتصل فيني وقال لي إنه رايح وما عاد يجي لهون أبداً وما رح يزعج عائشة بعد اليوم، وقال إنه رح يجهز الوراق مشان يطلق بجلسة واحدة. أكيد عم تلومني، مو هيك صالح؟ وليش للومك؟ ما بعرف، يمكن لأني أصريت على الطلاق وما عطيته فرصة. أكيد لا، جدي مرضان يمكن يموت. هو طلب مني ما خبر حدا. اليوم بالمحل تعب كتير كتير تعب. انت ما حكيت شي لأمك مو هيك؟ ايه لا تقلها شي بلا ما تعرف اني عم شوفك. جدي انت ليش زعلان من امي وما بتحكي معها؟ تعرف ليش انا زعلان من امك؟ قلت لها لا تروحي، وقلت لها أنه هذا كلب ما رح ينفعك. ما سمعت كلام أبوها وكأني مو موجود. أنا أحمد أفندي يا ابني، والكلب المدينة بيهابني وبيحترمني، أما بنتي للأسف ما احترمتني. لهيك قلت تروح على جهنم الحمراء، وأنا ما فيني شوفها قدامي هلأ ومستحيل. وأنا صرت زلم كبير، عم تفهمني؟ ما فيني اتراجع عن يمين حلفته. إذا بشوف الشيطان ما بشوفه. أحمد ليه جيتي لهون؟ أنا بقدر موت لحالي يا أمينة. لا تحكي هيك أحمد أفندي. لا بحكي. بنتك عائشة إجت. بابا الله يخلي لنا ياك بابا. يا عديمة الأخلاق. أمينة أنا قاعد هون عم استنى ملك الموت ليجي وسلمه روحي. أنت جبتي هاللعينة معك بداله؟ أحمد حاجة تكبر وتعاند. أحمد أفندي انت مريض، شو بصير اذا باست ايدك؟ ان شاء الله بتبلعها الارض. طلعوا لبرا، يلا طلعوا، عم قلكن يلا طلعوا، ما بدي اياكن. عائشة لو سمحتي بدي تدوني ملاحظات بكرة عن الاجتماع. انت جاهزة؟ جاهزة استاذ. أنت قدرتي شو هي التكلفة؟ أكيد. حضرتي هيكل كادرنا؟ طبعاً. جهزتي المؤشرات الاقتصادية؟ أكيد. بدي أقول لك، تقبلي تتزوجيني؟ عفواً ما فهمت. عائشة أنا فكرت كتير قبل ما أقلك هالحكي، وبرجع بقلك تقبل تتزوجيني؟ أنا فكرت كتير قبل ما أقلك هالحكي، وبرجع بقلك تقبل تتزوجيني؟
صباح الخير عائشة، شو الأخبار؟ عائشة؟ نعم إحسان بيك. شو صاير معك؟ فيك شي؟ لا بس كنت صافنة شوي، ما في شي. طيب معناته تعال شوي لعندي واطلبي لنا 2 قهوة لو سمحتي. كيفك يا أمير؟ يلا أنا رايح لعند جدي. تعرف إحسان بيك والله لبكني بجيته كتير، يعني هلأ بعد ما بلشت أقوى. ما عم أفهم عائشة، وحدة ذكية ومحترمة مثلك، ووحدة حلوة بلطفك وجمالك، كيف بيعمل فيكي هيك؟ عائشة، عائشة. بعد إذنك إحسان بيك، عندي شغل لازم خلصه. في شي واقف هون وحاسس انه عم يخنقني يا عائشة، ما عم بقدر اني قلك. ليش ما عم بقدر قلك شي؟ سليمان، أخذت إذن من شغلي لشوفك وصار لازم أرجع. صالح، معقول ما فيك تساعدني يا رفيقي؟ لك قلي بشو بدي ساعدك؟ عائشة لما إجت لهون ما عرفتها من كتر مالك مرة مشة، وهلأ شو استفدت؟ تفرج على حالتك، أنت كتير تغيرت وما عدت سليمان يلي بعرفه. رح قلك نصيحة وحدة، ترك مرتك بحالة يا رفيقي، ولا تدمر حياتها بعد ما عانت لحتى رتبتها من جديد. روح وتركها بحالة. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.